السي عبد الحق الرهني كتحدثوا على القاعه ديال المرحوم دريس الشاكيري، وما نساوش بانه راه حتى المكتب الشريف للفوسفات حتى هو راه معني بهذه القضيه هذه، بحكم انه بدا في هذه السنين الاخيره كيتصرف على انه بحال شي دوله بوحده. وسمح لي غادي نقولها بحكم انك انت من الجسم الفوسفاتي، فاولا داروا مدرسه ديالهم بوحدهم، داروا قاعه ديال الرياضات بوحدهم سادينها عليهم، وما دايرينش حتى شي فريق اللي كيمثل الفوسفاتيين ولا يمثل المدينه عكس باقي المدن. كنلقاو لوسيغريك في اليوسفيه عندها فرق فراقي كيمثلوا لوسيغريك كيمثلوا اليوسفيه كلها، خريبكا لوسيكا حتى هي لوسيس اسفي. علاش بالضبط هذا المكتب الشريف للفوسفات في مدينه جديده معتبر راسو دوله بوحده؟ يعني واش باغي يسد على راسو العالم الخارجي؟ الا كان هكاك على حساب خصنا في الكليات هنا ما يقبلوهمش حتى يديروا الكليه ديالهم، الخدمه حتى شي حاجه ما حتى واحد ولادو ما يخدموش حتى يديروا حتى هما بحال كيما كيديروا. خاص انفتاح وخاص اطار شراكات وتشارك مع المجتمع الجديدي حيت راه بحال بحال. وفي الحقيقه الاخ حكار الحديث على الرياضه في الجديده دون حديث ذو شجون يعني عنده امتدادات، وكي يعني يحز في القلب ان مدينه الجديده التي اعطت رياضيين على مستوى عالي جدا. ونعطي بعض الامثله اذا سمح الاخ حكار. شريفه مسكاوي العاب قوى، يعني نادي كره اليد ديال الدفاع الحسني الجديدي ديال زمان، اللي كذلك من يعني من الانتاج الخالص ديال نادي الدفاع الحسني نجيب قاعه نجيب النعامي، كره الطائره ديال 85 86 ملي كان يعني فريق يقام له ولا يقعد، كذلك في عدة رياضات كرة قدم شريف بابا يعني رضا الرياحي وهلم جهرا جرا وازعا وزير واحد مجموعة ديال العهبة اللي فاتوا في مدينة الجديدة الشياطمي، يعني مجموعة ديال الأسماء اللي كبيرة كبيرة جدا. ولكن على المستوى ديال البنية التحتية في الحقيقة استبشر سكان مدينة الجديدة خيرا ملي دخلوا سي بي هذه تقريبا واحد 35 ولا 36 سنه باش دخل المدينه الجديده 1980. لا دخل في 80 مكتب الشريف في وصفه الحجر الاساسي قبل الحجر الاساسي راه في 76 على ايين ملي بدا يعني الانشطه ديالو بداها في 1980. اليوم نحن في 2015 وقلنا بانه حان الوقت من الالتفاته لهذه المدينه اللي في الحقيقه المكتب الشريف في وصفات ليس غريبا فيها. يمكن في بداية الثمانينات كان هناك استقطاب ديال العاملة من مدن أخرى، ولكن اليوم راه أبناء مدينة الجديدة يمثلون 80% ولا 75% من الشغيلة ديال المكتب الشريف في وصفات. هذا الشيء أمر اللي خصو ما يبقاش يخفى على شي، بالتالي أصبح لزاما على المكتب الشريف للفوسفات أنه يدير مبادرات تجاه هذه المدينة، وكيدير مبادرات يعني المنحة والاحتضان ديال الدفاع الحسني الجديدي ديال كرة القدم، الشراكات بالمناسبة كانت لي مشاركة مع المجلس البلدي في إطار ديال 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 المسائل الخاصة بالبيئة والشواطئ النظيفة، كان مجموعة ديال المبادرات كدير. ولكن المستوى الرياضي أنا كنقول اليوم حان الوقت معلمة يعني رياضية يعني محترفة الآن كاينة في حي المنزل، اللي هي القاعة المتعددة الاختصاصات اللي كاينه في حي المنزل، فيها ثلاثه ديال 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 القاعات كبيره. كاين القاعه الاولى اللي فيها يعني الالعاب الجماعيه الهوند والباسكت والفولي، كاين كذلك بيسين اولمبيك شوفي ايكوفيرت، وكاين كذلك واحد القاعه اللي بوليفالونت اللي فيها جميع الرياضات الجماعيه من فنون الحرب الى غير ذلك. من غير المسموح لنا كفوسفاطيين اننا نقولوا غادي نحتكروا هاد المسائل للفوسفاتيين بوحدهم، هذا يعني بناية كاينة في مدينة الجديدة فوق أرض ديال مدينة الجديدة بترخيص من بلدية مدينة الجديدة، يعني بشراكة مع 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 جميع الفاعلين اللي كاينين في مدينة الجديدة، وبالتالي خاص أبناء الجديدة تا هما يستافدوا. إلا أنه كنا كننتظروا أن هاد القاعة تحل
من بعد زيارة الميمونة ديال صاحب جلال المدينة الجديدة، اللي من بعد منها بقات القاعة يعني بدون اللي اش من سنة تمت الأشغال ديال هذه ثلاثة سنوات جاهزة. هذه ثلاثة سنوات على الأقل أصبحت قاعة القاعة المتعددة يعني الكومبلكس سبورتيف ديال لوسيبي أصبح جاهزة. هو السر هني إلا قلت لك بأنه راه منذ هاد الثلاث سنوات طيلة الثلاث سنوات نعم. وهاد الناس المسؤولين ديال القاعة كينتظروا باش يجي سيدنا هو اللي دشن هو اللي يعني الافتتاح ديالها يعني شرف ديال الافتتاح ديال القاعة بغاو يكون سيدنا هو اللي غادي يوقف بنفسه فيه. إلا أنهم اللي طال الوقت وصلت 3 سنين ثلاث سنين راه عار نبقاو نتسناو. أنا كنشوفها من هذا المنظور أن في 3 سنين كان عليهم ينطلقوا ويبداو خدامين، علاش غيبقاو كيتسناو؟ لا أعتقد أن السيد حكار أنا صاحب جلالة وحنا كنعرفوا يعني صاحب جلالة رياضي من عيار ثقيل، حنا تبعنا مجموعة ديال يعني الأنشطة الرياضية اللي كان كيديرها ويحب الرياضة ويحب الرياضيين ويكرم الرياضيين، ولعل الالتفات الأخر اللي دار نادي الرجاء الرياضي واحد مجموعة ديال الأبطال خير دليل على أساس أنه يطمح أن يكون المغرب يعني متصدرا على المستوى على الأقل العربي والإفريقي، إن لم نقول عنه موجود على المستوى العالمي. بالتالي لا أعتقد أنه سوف يرهن هذه القاعة إلى حين التدشين ديالها من طرف صاحب الجلالة. بالتالي خص هذه القاعة تشتغل، هناك أطور في مدينة الجديدة، هناك مسيرون في مدينة الجديدة. لا أعتقد بأن المكتب الشريف فوسفات الذي يسير أكبر مركب كيماوي على المستوى العالمي في الحامض الفوسفوري والفوسفات والمشتقات ديالو يعني سوف يحرج في تسيير قاعة يعني رياضية. بالتالي لا نرى سببا أن هذه القاعة تبقى مسدودة، ونلتمس من خلال المنبر ديال الجديدة نيوز اليوم من السيد العامل أن يتدخل لدى يعني السلطات ديال الإدارة ديال مكتب الشريف فوسفات من أجل فتح هذه القاعة، وكذلك إعطاء الفرصة ماشي غير الأبناء الفوسفاتيين بل أبناء مدينة الجديدة وخاصة الذين ينشطون على المستوى ديال البطولات وعلى المستوى ديال الألقاب الكبيرة أنه تفتح هذه القاعة في الوجه ديالهم. وحنا كنعرفوا بأن القاعة كذلك ديال 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 لاليوت ديال نادي المصارعة يعني شرف كبير أن مدينة الجديدة اليوم تحتضن يعني المقر ديال الجامعة الملكية المغربية للمصارعة يعني في مدينة الجديدة. هذه سابقة ما كانتش أنه المقر ديال الجامعة يكون في مدينة الجديدة. بالتالي مركب الحمد لله كيستافدوا منه، والأخ مسكوت مشهور دار مجهود كبير على أساس أنه جلب هاد الرياضة المدينة الجديدة. هناك خطوات جبارة على المستوى الإفريقي وعلى المستوى الدولي من أجل أنها المدينة الجديدة تكون يعني تكون متواجدة في الخارطة العالمية ديال المصارعة. بالتالي هذه أشياء اللي كتفرح، ولكن خاص كيف قلت أن المكتب الشريف فوسفا إعادة النظر في هذه المسألة ديال فتح هذه القاعة في أقرب الأجال. السير هني غنخرجوا من حي المنزه وغادي نمشيو لواحد النقطة اللي اليوم حتى هي حاز خادت واحد الوقت شوية بالنسبة للمجلس، ألا وهي المتعلقة بالناس ديال حي السلام. أنا كنهضر على في البهو ديال مقر البلدية قبل ما تدخلوا نتوما، كانوا الناس كلشي كيهضر على هذه النقطة هذه. شي كلمة في حق هذه القضية هذه. وفي الحقيقة حي النجد وحي السلام كيف تكلم أعتقد في استجواب من الاستجوابات اللي دار الأخ حكار على هذا الموضوع، قال واحد الكلمة بليغة جدا على حي السلام وحي النجد. قال بأنه ها إلا كان الأحياء الهامشية بين قوسين يعني الملحقة بالمدار الحضاري اللي هي الدواوير الملحقة تعاني وهي على بعد 3 كيلومترات 2 كيلومترات من مدينة الجديدة، فحي السلام وحي النجد يعانون داخل المدار الحضاري في وسط المدار الحضاري في يعني ديال مدينة الجديدة. بالتالي نداءنا راه كان في عدة مناسبات
المجموعه ديال البيانات اللي صدرتها العداله والتنميه قالت بان الاولويه خاصها تعطى لهذا الحي، هاد الحيين بالاخص، وغنقول علاش. لانه في الحقيقه هادو مساكن يتحملون وزرا، يعني داروا وحدين اخرين. انا كنتسائل اليوم كيف تسائلوا الناس ديال حي النجد، كيف تم يعني لا ريسبسيون ديال لو لوتيسمون ديال النجد وديال السلام في غياب يعني البنيه التحتيه الاساسيه جدا من الطرقات وكذلك من الصرف الصحي الى غير ذلك. الحقيقه النداء اللي داروا الاخوان ديال حي النجد والاحتجاج ديالهم على رئيس المجلس البلدي، يعني انا كنطلب من السيد الرئيس يتسع الصدر ديالو، لانه ما عايش في وسط النجد وفي وسط السلام، ويعني ما شايفش المشاكل اللي كيعيشوها الناس مع الطرقات ومع الاناره ومع مجموعه ديال المرافق اللي خاصه، يعني غير الاسمنت المسلح، ما كاين مرافق عموميه، ما كاين يعني شانطيات، ما كاين اناره، ما كاين حتى شي حاجه. بالتالي نحن نساند هاد الناس هادو، الحقيقه هذا حق ديالهم خصهم ياخذوا، واعتقد بانهم راهم جلسوا مع الرئيس، السيد الرئيس عطاهم مهله ديال 15 يوم، راه مرت منا واحد 5 ايام ولا 6 ايام، على اعتبار انه غادي تكون الاولويه. وانا اقول للسيد الرئيس كان الاولى ب يعني الاصلاح اللي كاين ديال الطرقات في وسط المدينه، وطرقات اللي تصلحات غير العام اللي فات، وهذا العام كتقلع، يعني العام اللي فات في السباق ديال السيارات تصلح الشارع ديال محمد السادس، واليوم راه اليوم كيتعاود يتصلح شارع محمد السادس. لكن كنقولوا الاولويه لهاد الناس هادو ديال حي السلام، حي النجد، ما نساوش ملك الشيخ، ما نساوش المنار، ما نساوش السعاده ثلاثه، ما نساوش سيدي موسى، واحد المجموعه ديال الاحياء اللي هي وسط المدينه، ناهيك على الناس اللي كيعيشوا في المدار الحضاري، اللي ما بقاوش عارفين رسوم واش تابعين للباديه ولا تابعين للمدينه.